كينركوك إحدى دوائر ولاية أدرار بالجنوب الجزائري، وعلى رغم بساطتها من الناحية العمرانية إلا أن لها رصيد تاريخي ساخر وتراث ثقافي غني، كما تعتبر نقطة استراتيجية هامة ذات إنتاج وافر من التمور، كما لها رصيد هام من السياحة لما تحتويه من مواقع أثرية قيمة. يعيش سكانها معاناة كبيرة بسبب عزلة المدينة عن باقي مناطق الجزائر. قناة الشروق تجولت في المنطقة ورصدت ظروف حياة السكان، وبعضهم بدو باتوا يفضلون حياة بدائية. احنا نعانيو من مشكل كبير في الغاز هنا، عندنا زوج كمايل في الدائرة كاع البلدية فيها زوج كمايل. مشكل كبير، كل يوم نتسنى في الغاز هنا وما يجيش. ونتمنى من السلطات دير لنا حل. المشكل كبير كون نحولوا الغاز هنا فوق حتى الجزائر. الغاز ما عندناش، الغاز رانا فوق التراب هذه رانا واقفين فوقها، عندنا الغاز فيها غير متوفر، وحنا رانا نعانيو من الغاز. القرعة نتاع البوتاني عندها يومين وتكمل، هنا انا نقاس منها من اجل الغاز. ومن أجل الكهرباء، الكهرباء هذه ما كانش قاعد 3 سنتيمتر، ما عندناش قاعد هذه مدة طويلة. يقول لنا نخدموا لكم الكهرباء والشياء. شوف أنا نعانوا قاعد من 3 سنتيمتر، من الغاز، من حي الفريزير ما تمشاش. هذه المنطقة عين حمو، دونك دائرة تينركوك ولاية أدرار. ففي هذه المنطقة دونك كاين بزاف أمور ناقصين. نبداو مادام رانا في الصحراء، دونك النقطه الاولى هي دونك تيريسيتي. دونك الكتريسيتي دونك هي ان مونك انورم. دونك ان كليماتيزور دونك 55 دغري كليماتيزور ما يمشيش. دونك انا شخصيا عندي هنا عامين، دونك انا نبارك في هذو الناس اللي يقدروا يصبروا يعيشوا في دون دي كونديسيون باراي. بعد تجولنا في المنطقة توجهنا للتواصل مع سكان المنطقة، وقد بدت عليهم مظاهر الاستغراب من وجود غرباء في مدينتهم، مرضى بدون عناية، أوبئة متفشية، منازل مهدمة، وخيام منصوبة في كل مكان. تلك هي ملامح المدينة الصحراوية. ويتعمى من لو ما عندنا لا اب لا ام، لا اب لا ام لا اخ. وعندنا 5 سنين بو اللي متوفي، وعندنا اختي تخدم في الشبكه داير لها خلصه نتاع 500 الف، ما دابا يزيدوا لها الخلصه. وما عندناش سكنه بزاف، عندنا لا جوج 3 بيوت، وعندنا اختي مطلقه عندها طفل وتعاني من السكن، ولا نتعانوا من البرد. عندنا في هذا ساكنين غير في هذا الخيم. رانا في ازمه كبيره هنا. اولنا قبل كل شيء ما عندناش ترانسبور، وما عندناش وسائل كاع، ما كانش. بلاد راه تعاني من كلش. الناس تقاسك تشوف في الباشي راهو بنكبوا، الناس تركب هنا في الباشي. وكان كاين ترانسبور ولا كان كاين الاخر ما يركبوش في باشي كما هذا. كما صادفنا إحدى الحالات والتي توصف بالكارثية لما تعيشه من مأساة ومعاناة وتهميش دائم. هذا الولد مات الله يرحمه، وجينا بدنا الجيران باش يرفجوه معانا لهنا ياتي الطريق. جهد اللي مشيت نعيط باش 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 نعيط اللي يرفجو معانا. مشيت لعبد الرحمن بن الشيخ قلت له يرحم والديك، روح تجيه لينا راها ضربته 3 سنتي. جهد اللي مشينا ديناه ولدك ضربته، واه ولدي ضربته 3 سنتي. جهد اللي رفدناه مشينا للزاوية، من غير جهد ما دخل قال لنا خرج تروح. ما انا راني طبيب هنا فين حمو باش نبعث واحد مريض دونك لافيل وين كاين لي زيرجونس، ما يقدرش اذا ما دارش الستوف ما يقدرش يروح.
دونك الدوزيام بوان سي الترونسبور النقل ما كانش. عائلة من 7 أفراد، يتيمة الأب، تبيت في الخلاء وسط لا أمن، عرضة للأخطار، ليس لديها قوت يومها ولا مصاريف الدراسة ولا حتى التداوي، حالتان بالسرطان والثالثة بالسرعة. أنا مريضة، أنا نتمشى غير بالدواء، عندي مرض صرع، نتمشى غير بالدواء، ديما معايا أوكا ما ناكلوش، ما غاديش نأن، وديجا عندي رونديفو مع الطبيب في غردايا رحت، وما قال لي رجع بعد 6 شهور، راني عندي في عام ما رجعتش له، نقتصد في الدواء نتاعي باش يكفي، باش ما نحشمش قدام الناس كي مرض، عندي مرض صرع، انا بغيت نعيش حياتي كيما الناس، بغيت نراجع، مانيش قادره نراجع، وين نراجع؟ كنت نقرا هنا في المنزل بصعوبه، يعني رغم الصعوبه قلت نتحدى هاد الظروف ويليق نغير من الوضع نتاع الاسره نتاعي. هذا اصلا كان عندي هدف من قبل اللي توفى با الله يرحمه، قلت باش نعاون، كي توفى با الله يرحمه زاد ساء الوضع نتاعي، تف في الدراسه نتاعي، يعني كان الوضع سيء من كل النواحي. وأمام هذه الوضعية المزرية يأمل سكان تينركوك أن تلتفت السلطات المحلية والمنتخبة إلى مطالبهم وأن توفر لهم المرافق الأساسية للحياة.